بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. صباح الخير عليكم، ان شاء الله كده يبقى يوم جميل علينا جميعا. النهارده هنعمل وصفات ظريفه جدا تنفع الفطار، تنفع عشاء، تنفع ان احنا كمان نتغدى بيها لو احنا زهقانين من الاكل العادي، تنفع ان احنا نعملها ونقفلها ونحطها في الفريزر ونطلعها ونسخنها وقت لما نحب ان احنا ناكلها. هنعمل حادق وحلو منها. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل النهارده فطيره طاسه بطريقه سهله وبسيطه جدا، بعد لما انتوا كنتوا مبسوطين قوي بالفطير الكذاب اللي عملناه بالجلاش في الفرن. عباره عن ايه بقى فطير الطاسه؟ عباره عن لفه جلاش اهو زي ما انتم شايفين. عندنا بقى حاجات، اي حاجه عندنا في البيت ممكن نستخدمها. يعني انا النهارده مثلا هعمل بيض بالبصرمه، هعمل بيض بالبولبيف، هعمل ميكس جبن، هعمل كمان جبن بالخضار، اكننا بالظبط بنعمل حاجات البيتزا. خلاص، طيب هبتدي الاول ممكن بالبيض بالبصرمه. اجيب ده كده ماشي، احط معلقه كده من السمنه البلدي. خلاص، وهنعمل كمان بالبسطرمه مع الميكس تشيز، بتبقى حلوه قوي. وهسخن الطاسه دي عشان لما اجي اعمل فيها الفطير. اهو تمام. طيب نقلبها كده لحد ما تسخن. واشتغل بقى انا على دي. هعمل ايه؟ انا بس عايزه اسخنها شويه عشان عايزاها سايحه عن كده. طيب ارش على البسطرمه فلفل اسود قبل ما اكسر البيض. هنعمله سكرامبل كده. واحدة وقعت هنا كده. اهو ماشي، هنعمله كده واحط عليه رشة ملح خفيفة جدا، لان البصرمة اصلا بتبقى حادقة. دي خلاص ساحت كده. طيب هحط بقى على السمنه اللي انا سيحتها دي، طبعا سمنه او زيت، فلفل اسود، رشه ملح، وممكن كمان نزود عليها بودره ثوم. خلاص، هحط معلقه زيت كده واجيب الفرشه اهو
انا بحب البيض جدا ده، وبحبه طري كمان، ما بحبش انشفه. يعني انا بس اطمن انه كله استوى هرفعه على طول من على النار، مش بستنى لغايه ما ينشف. هنستخدم بقى لفتين لفتين من الجلاش. هو ده بس ايه النوع ده رفيع حبتين، فممكن خلينا ثلاثة عشان اضمن بس انها تبقى حلوة. طيب اجيب بقى ده كده واعمله كده زي ما انتوا شايفين. اهو خلاص ما بين كل راق وراق بدهنه. ماشي هعمل بقى كده ادهن ده كمان. هعمله كده اهو وهعمله كده. شايفين؟ شايفين عامل زي الكروس اهو. البيض خلاص كده هرفعه من على النار. هحط بقى على البيض حبه جبنه بيخليه ظريف قوي اهو، ونقلب. بس في حته كده عايزه تستوي، حته ظلمه. واجيب الطاسه دي احط عليها معلقه زيت واسخنها كويس عشان اول ما احط فيها الجلاش يقفل على طول. اهم حاجه تبقى سخنه جدا، وتبقى طبعا الطاسه اللي بنستخدمها غير لاصقه تماما. نقول بقى عملنا ايه دلوقتي. دلوقتي جبنا جلاشتين، ورقتين جلاش، ودهنا في وسطهم سمنه بملح وفلفل، وعملنا نفس الحكايه كده وعملناها شكل الكروس ده. خلاص عملنا بيض ببسطرمة عادي خالص، وحطيت عليه حبه جبنه مبشوره من اللي موجوده عندنا. مفيش جبنه مفيش مشكله، ما تحطوش اهو اهو. كده الأول ماشي كده خلاص، وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده. بس شايفين هعمل لكم واحدة دلوقتي واحطها ولازم يبقى مدهون حلو قوي عشان يبقى شبه الفطير. تعالوا نعمل بقى واحده مثلا ميكس جبن. اعملها كده ونجيب دي. اه
بس مش دلوقتي. نعمل كده كده اهو ماشي، ونحط بقى ميكس الجبن تشيدر، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا طبعا. ايه رأيكم نحط خضار مع ميكس الجبن اهو؟ دي ميكس جبن، هزودها شوية خضار، احط زيتون، انا عندي هنا ما شاء الله يعني ايه خضار كده حلو، فلفل، طماطم، عايزه اقول لكم بحب الطماطم جدا كمان انا في وسط الحاجات دي، وبصل، وفي مشروم، بس انا هشوح المشروم في الفاصل اهو. ندهن الاطراف كده كويس عشان حاساها ايه ناشفه شويه. نعمل ايه بقى؟ نقفلها كده كده اهو ماشي. بص كده، بصوا دي كمان كده كده، شايفين اهي ماشي اهو، هنعملها كده اهو. عايزه اقول لكم فظيعه فظيعه بجد، لازم تعملوها الوش اللي مقفول هو اللي تحت عشان يلزق على طول. خلاص انا بس عايزه ايه خلاص. ينفع نعمل واحده ثانيه قبل ما نطلع فاصل؟ طبعا بسال طبعا. بصوا نعملها كده، تتاكدوا اهم حاجه انها تبقى كراس عشان لما تيجوا تقفلوها تتقفل بسهوله. فاكرين السمبوسك اللي عملناها برضو تقريبا بالشكل ده؟ عايزه اقول لكم ظريفه جدا. غاده، ينفع نحط ده في الفرن؟ عادي ممكن نحطه في الفرن، بس احنا النهارده جلاش الطاسه عشان كل حاجه تبقى على البوتاجاز ماشي. ايه رايكم بقى وانا في الفاصل هفضل اعمل بقى الحركات دي كده عشان نرجع نعمل حشوه البيض بالبلوبيف؟ ايه رايكم ناكل النهارده فطير مع بيض بالبلوبيف؟ عايزه اقول لكم لذيذ جدا. نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل نكمل وصفاتنا النهارده، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، تعالوا بصوا معايا، بصوا دي اتحمشت شوية، بصوا اتحمشت ازاي، اتحمشت شوية. انا بحب الحاجات اللي بتبقى يعني محموشة شوية. بصوا هي من ورا، ودي دي الذهبي بقى. ممكن بس عشان نتأكد ان كله استوى هعمل شوية كده كده شوية كده عشان نتأكد ان الجلاش كله استوى. سيبها شويه واطلعها على طول. طيب المشروم ده انا شوحته شويه مع حبه بصل عشان في ناس بتحب الخضار يبقى ني شويه، ودي اهو انا حطيتها. تعالوا نعمل بقى دلوقتي البيض بالبلوبيف. احضر بس ورق الجلاش، اهو كده. بس دي كده اشيلها من على النار كده، بقت تمام.
ودي كمان بقت تمام. طيب نحاول يعني ما نحطش في الطاسه اللي هي مش بتنزل فيها الحاجه سمنه او زيت كتير عشان بس ايه ما تحمش مننا. ده خلاص كده بقى جاهز. عشان هعمل هنا ايه بقى؟ هعمل هنا البيض بالبلوبيف. ماشي، انا حالا هبقى معاكم دلوقتي. الناس اللي بعتالي مسجات جميله حالا. عايزه اقول لكم انا بموت في البلوبيف بقى، وكذا حد قال لي ما تعمله لنا بيتي كده زي اللانشون. ممكن ان شاء الله الاسبوع اللي جاي او اللي بعده بالكتير قوي اعمل لكم بلوبيف بيتي، عشان هو صراحه طلب مني كذا مره وانا ما عملتوش قبل كده، بس هجربه الاول وبعدين اقول لكم ايه الاخبار. تعالوا نعمل بقى ايه ممكن نعملها. كده هحط هنا البصل مع المشروم اللي انا شوحتهم، مع فلفل، مع جبنة، ومعلقة كده من البلوبيف من غير بيض، كده اهو. ماشي، وابتدي بقى احط هنا على البلوبيف بيض. مع شوية فلفل. وننزل بقى عليه ايه؟ نكسر البيض بقى. انا عايزه منساج دي كمان عشان ايه متحمرش مني قوي. الكميه دي حلو جدا عليها اربعه. شفتوا الفطير اللي محشي بلوبيف ده بيبقى حلو جدا، جربوه بجد هتبقوا مبسوطين قوي. زي ما قلت لكم فطار عشاء، فطار يوم الجمعه كده نبقى عايزين ساعات نتجمع وكلنا نعمل فطار مع بعض بيبقى حلو قوي. اهو نخليه كده بقى وابتدي اقفل دي. لما نيجي نقفل نقفل اللي تحت قبل اللي فوق عشان تقفل معانا. كده بعدين كده بعدين كده. ونحطها تستوي. ده كمان استوى. نقفل
نعمل بقى ده عشان قبل ما اطلع فاصل نعمل بقى الحلو. الحلو طبعا اسهل بكتير قوي من الحادق، لان انا في الحلو بعتمد بس ان انا بحمر السمنه مع سكر بودره وبحطها كده. اهو كده. نحط بقى البيض بالبلوبيف بالطريقة دي. حبة كده جبنة عليه لو عايزين. بس واقفله. شايفين السهولة في الجلاش؟ عايزه اقول لكم الحاجات دي بقى بتطر الايد جدا من كتر ما احنا عمالين نستخدم السمنه فبتطريها قوي. شايفين لونها اصلا طالع ازاي؟ بصوا الالوان، شايفين شكلها حلو قوي. نطلع فاصل بقى ونرجع ان شاء الله، من الفاصل هنبتدي نعمل الحلو. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا مع بعض بقى نعمل الحلو سريعا عشان نفسي يعني يبقى عندي وقت اقرا شويه رسائل. الحلو بقى بتاعنا ابسط بكتير من الحادق. هنعمل ايه؟ هنجيب ورق الجلاش وهجيب سمنه اهو اسيحها واحط عليها سكر بودره كده. خلاص كده شايفين سكر البودره ده على النار كده، بس اسيحه لان السمنه بردت شويه. بصوا ده كمان لسه بيستوي. دي خلاص كده عايزه اشيلها. بصوا سمنه مع سكر بودره كده عشان اصلا الفطيره تبقى مسكره، بس السكر البودرة مش كتير يعني، السمنة هي اللي تبقى اكتر، يعني معلقتين سكر بودرة على السمنة. خلاص اهو ماشي. مدام سهام مساء الخير، ازيك؟ عاملة ايه؟ صباح الخير يا غادة. ازيك يا حبيبة قلبي، اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ عاملة ايه يا غادة؟ الحمد لله يا حبيبتي، تمام الحمد لله. كل سنة وانت طيبة يا غادة. وانت طيبة يا حبيبتي، وانت طيبة. والجلاش اللي انت عاملاه ده جميل قوي يا غادة. جربيه يلا. عملتيه قبل كده؟ لا لسه اول مرة اشوفه. جربيه، لذيذ وسهل جدا. بقولك ايه يا غادة؟ اتفضلي. عايزة عيش اللي هو يتعمل بالدقيق الذرة او بالدقيق الذرة او شعير الرز. بالدقيق الذرة والايه؟ مش سامعة. الدقيق يعني عيش بيتعمل يا اما بدقيق ذره او بالرز المطحون. حاضر حاضر. طيب حاضر هعملهولك في يوم، ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب اهو هنعمل كده. عايزه اقول لكم بس انا عايزه اسخن بقى الطاسه دي عشان هنحطه بس كده، هيبقى فاضي. ليه؟ هحط عليه عسل وطحينة ماشي، وهحط عليه عسل ابيض وقشطة. كل واحد بقى ممكن تحطوا عليه شوكولاتة، كل واحد على حسب هو عايزه ازاي. حط بس هنا في الاطراف سمنة كده عادية.
كده اهي، شايفين؟ حلوه فيها سمنه. عايزه اقول لكم الحاجات اللي بتتعمل بالايد دي اوعوا تلبسوا جلافز وانتوا جايين تعملوا الحاجات دي، اوعوا. الحاجات دي بتطر الايد جدا جدا. ماشي؟ شايفين اهو. كده. كده اهي. دي كده فيها سمنه. نحط بقى واحدة كمان. دي بقى سمنة بالسكر. سمنة بالسكر. عايزين تتخنوها شوية ممكن تزودوا رقات الجلاش لو عايزين تتخنوها. نعملها بس كده. بفكر والله دي اعملها كده اهو. كده. ماشي؟ خليها كده احلى. اهي نعمل واحده كمان يا شريف قبل ما نطلع فاصل. اهو سمنة بالسكر البودرة. نحط كده نقول سريعا عملنا دي ازاي. حطينا سمنه مع معلقه سكر بودره سيحناهم وبدهن بيها كده الجلاش. ماشي اهو. دي بس كده اعملها بال وهعملها كده اهو وهغطيها كده 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 واقوم عاملاها ايه مرة كمان واجيب من السمنة العادية اهو. شايفين؟ بص كده لسه شوية. طيب احنا ممكن نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكون خلصنا الجلاش ده. هعمل واحدة كمان في الفاصل اللي انا اصلا عاملة. تعالوا اوريكم اللي انا عاملاه في اهو. شايفين؟ اهو شايفين شكله عامل ازاي؟ مقرمش وطري، يعني بصوا من كتر ما هو طري اتقطع، مقرمش وطري. خلاص هنحط عليه بقى عسل ابيض مع قشطه وعسل اسود بالطحينه، طعمه حلو جدا. نطلع فاصل نرجع تاني. بصوا انا في الفاصل عملتها كده ورحت عاملاها مربعات، يعني عجبتني كمان اكتر. ماشي؟ ممكن تعملوها كده. تعالوا بقى سريعا بقى نحط الحلو عشان ده اللي هنشوف هنقدمه ازاي. فين المقص؟ اهو. بصوا ممكن طبعا كل واحد ياكل واحده كده لوحدها او نعمله بالطريقه دي كده. شايفين اصلا طري جدا ويتاكل سخن بقى. ده بقى ممكن نشيله في الفريزر كده زي ما هو ونسخن بقى لما نبقى عايزين. طيب هنعمل بداية بقى، نجيب ده كده ونجيب العسل الابيض الفظيع ده كده
ونحط عسل. ده بقى ناس جايين لنا على الفطار وبجد عايزين نعمل لهم حاجات مختلفه، نعمل لهم فطار بالجلاش بس. قشطه، انا بموت في القشطه اصلا بجد، يعني ما بزهقش منها. اهو نحط مكسرات، وعندنا كده ولا اكننا مش دايما بنقول جايبين فطير من البلد، اهو ده كمان احلى من فطير البلد. طبعا انا غلطت دلوقتي، بحط ما خدتش بالي وحطيت العسل بالمعلقه المتل. ماشي طيب، ابص كده اهو، الله الله، ده رهيب. حاضر حاضر حاضر، ده برضه عشان ما يتحرقش. طيب ده بالنسبه للفطير اللي بالعسل والقشطه، ده بقى العسل بالطحينه. هنعمل كده، احنا لحقنا. الوقت الحلو. طيب انا بس هحط ده، هنختم بس. ايه شايفين ده يا جماعه؟ هحطه عليه عسل وطحينه. قبل بس ما احط عليه عسل وطحينه عشان ده ممكن انتوا تشوفوه وانا بختم، بصوا بقى تعالى اوريكم الفطير الحادق عامل ازاي. بصوا ده البيض بالبلوبيف، بصوا عليه كده، شايفين؟ حلو جدا. ده كمان اللي كان ميكس جبن بالخضار، شايفين اهو، حلو قوي قوي قوي. وينفع كمان للناس اللي عندها كليه، عندها مدرسه، حتى في الشغل نحطه كده في اللانش بوكس بتاعتنا، ظريف قوي. واقول لكم بجد يا رب تكون الحلقه النهارده بسطتكم قوي، وانا كمان اتبسطت بالحلقه. ومعلش ان انا ما لحقتش اقرا المسجات بتاعتكم. هحط اهو العسل بالطحينه، واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.